متفهما الحاجات اللبنانية المتزايدة والوضع الصعب الذي يعيشه لبنان جراء أزمة النزوح السوري، أعرب رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم عن أمله بعد لقاء نظمته رئاسة الوزراء مع ممثلي الدول والجهات المانحة في أن تقوم بدعم الصندوق المنشأ لتمويل برامج ومشاريع تحد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي في لبنان. I really hope that starting today and into the very near future we can begin to develop some momentum with this multi-donor trust fund. مناشدة من رئيس الحكومة تمام سلام لتقديم دعم عاجل للبنان بعدما بات عدد النازحين السوريين يفوق ربع سكان البلاد، في ظل خشية أن يصبح ربع اللبنانيين قبل منتصف العام المقبل دون مستويات الفقر المعتمدة من قبل البنك الدولي. أن ما لحق بلبنان من أضرار جراء الأزمة السورية سيتضاعف في حال استمرار تدفق السيل البشري. إن لبنان اليوم في حاجة ماسة وملحة إلى دعم كبير وسريع وفاعل من قبل الأسرة الدولية لكي يتمكن من ناحية من منع انهيار الهيكل الاقتصادي. وعلم أن ثلاث دول هي فرنسا والنرويج وفنلندا قدمت مبلغ 28 مليون دولار كإسهامات في الصندوق المستحدث. ومن قصر اليونسكو حيث حاور طلابا جامعيين أعلن كيم أنه سيتصل بعد عودته إلى واشنطن بالدول المانحة لزيادة مساهماتها، وقال نحن كمجتمع دولي علينا أن نتدخل الآن وندعم كل الجهود لكي نؤمن الاحتياجات لهذا التدفق الكبير للاجئين إلى لبنان، ونعي أنه وضعت برامج يمكن توسيعها وزيادتها لأن الاحتياجات ما زالت كبيرة. ونفى رئيس البنك الدولي وجود أي تمييز في الدعم بين النازحين في الأردن ولبنان.